There it was—the first step on our new journey. You coming? Yeah. Of course, Bill. انتهت احداث فاينل فانتسي 7 ريميك في مدينه ميدغار، والان حان الوقت اللي نطلع فيه لخريطه العالم اخيرا، ونتابع مغامره كلاود سترايف وبقيه الشخصيات في رحله ملاحقتهم لشخصيه سيفيروث اللي يهدد العالم بالدمار. تحدي ضخم جدا قدام سكوير انكس بتقديم تجربه عالم مفتوح مرضيه، خاصه مع التوجه الخطي لسلسله فاينل فانتسي في اجزاء كثيره متتاليه. فهل كانوا قد التحدي في تصميم عالم مثير للاهتمام والحفاظ على مستوى القصه الاصليه والشخصيات او حتى تحسينها وهل قدرت فاينل فانتسي 7 ريبيرث انها تحقق تطلعات وتوقعات محبي السلسله؟ خلصنا اللعبه وقضينا عليها حوالي 70 ساعه عشان نعطيكم الاجابه، لكن في البدايه خلونا نتكلم عن نظام القتال، نظام القتال في فاينل فانتسي 7 ريبيرث مشابه للجزء السابق. وحبينا النظام لانه يجمع بين الاكشن وبين نظام الاوامر الاستراتيجي من الاجزاء القديمه فكره تعتمد على اننا نستخدم الهجوم لحد ما يمتلي عداد ازرق اسمه عداد الاي بي وبعد ما يمتلي العداد يصير مسموح لنا نستخدم مهارات خاصه بالشخصيات ومرتبطه بالاسلحه او ماجيك او نستعمل ادوات ونقدر نتحكم بثلاث شخصيات في نفس الوقت والهدف نوصل العدو لحالة اسمها ستاغر بعدها تصير الهجمات مؤثرة عليه أكثر بكثير الأساس ما زال نفسه لكن فاينل فانتسي 7 ريبيرث هي لعبة تعتمد على مهارة اللاعب في الأكشن أكثر من الجزء السابق توقيت الضربات صار مهم جدا كمثال الصد في اللحظه الاخيره الان بيلغي الدمج للعدو بالكامل، ايضا حصلت اللعبه على مهارات جديده مشتركه اسمها سينرجي سكيلز ولها فوائد متنوعه سواء الدمج العالي او سرعه الوصول للستاجر، غير انها تخدم الثيم العام لهذا الجزء واللي يتمحور على العلاقات والروابط بين الشخصيات، احساس اللعب تغير عن الجزء الماضي وصار افضل ومستوى التحدي اعلى بشكل ملحوظ. اجمالا هذه واحدة من اصعب العاب فاينل فانتسي حتى بمستوى الصعوبة العادي، وللامانة حسينا ان بعض المعارك تستغرق وقت اطول من اللازم، خصوصا في مراحل متأخرة من اللعبة. عالم اللعبة خلاب وساحر بكل معنى الكلمة، وافضل بمراحل من مدقار الخطية، ومقسم على اقاليم وكل واحد فيهم قابل للاستكشاف بشكل كامل، ومختلف في الطبيعة والجغرافيا والاجواء عن البقية. مستوى تصميم الخرائط في اللعبة كان مفاجأة حقيقية بالنسبة لنا، وما توقعنا من سكوير اينكس. هذا واحد من اضخم العوالم في تاريخ سلسلة فاينل فانتسي، وطرق التنقل فيه متنوعة وكثيرة. اللعبة تسمح بالقفز والسباحة، وكل اقليم فيه طائر تشوكبو مختلف. بعضهم يقدر يتسلق على الجدران، والبعض الاخر حتى يقدر يطير لفترة محدودة. الاستكشاف في اللعبة اسمه وورلد انتل. وعباره عن نقاط اهتمام تتوزع على الخريطه لما نفتح ابراج مشابهه لابراج اساسن سكريد وفيها تحديات قتاليه وبحث عن كنوز وسكان لاشياء تساعد اللاعب يتعرف اكثر على طبيعه الاقليم ويعرف معلومات اكثر عنه الاستكشاف ممتع ومليان عناصر تشجع اللاعب عليه واللي يخليه ممتع بالرغم من تكرار الاهداف هو تنوع المناطق وتنوع طرق التنقل في عالم اللعبه القصه كانت وما زالت من القصص الايقونيه في عالم الالعاب وفي هذا الجزء أبطال القصة في رحلة من مكان لمكان ومن مدينة لمدينة وهم يلاحقوا سفرث لإيقاف خطره على العالم اللعبة مليانة مشاهد سينمائية فخمة وفيها روح وجمالية عالية ونعتبرها أفضل من الجزء السابق وتلمس المشاعر بالشكل اللي تعودنا عليه من فاينل فانتسي والمرحلة الأخيرة بالذات من أفضل اللحظات اللي عشناها في عالم الألعاب تعابير وجه الشخصيات رائعه اللعبه ركزت على تصوير المشاعر بشكل كبير جدا صحيح احيانا ممكن يكون هذا الشيء كرنجي ومصطنع لكن في احيان اخرى بيلامس القلب ويحرك الاحاسيس مستوى السرد القصصي كان تصاعدي والعلاقات بين الشخصيات كانت معقده ورائعه تيفا مثلا وهي صديقة طفولة كلاود واللي انقطعوا عن بعض فترة طويلة ما زالوا مو عارفين يدخلوا الجو مع بعض مرة ثانية وتشوف أحيانا مشاعر القلق بينهم وفي أحيان ثانية التواصل يكون مفقود بشكل عام اللعبة كانت مليانة لحظات ومشاهد نقدر نقول أنها بتكون للذكرى مستوى الرسوم في اللعبة جيد ومليان تفاصيل مع أماكن أكبر من 7 ريميك بمراحل وعروض سينمائية جبارة لكن لا زال في عيوب ومشاكل مثل كيف التكستشرز تنمسح لما الكاميرا تصير قريبه في بعض الاماكن وجوده الرسوم في طور الاداء ما كانت مرضيه بالنسبه لنا وشكل اللعبه فيها كان طالع ناعم بزياده وعشان كذا لعبنا بطور الدقه مع ان 30 اطار ثانيه فقط الموسيقى في اللعبه عظيمه في الجزء الماضي كانت اللعبة ماشية على ستايل هوليوودي بزيادة، لكن في ريبيرث صارت كل موسيقى مناسبة لطابع المكان الموجودة فيه مع توظيف مميز بشكل خاص للحن خريطة العالم الأيقوني من اللعبة الأصلية، وصار عندنا تنوع كبير في عالم الآلات الموسيقية وحتى لعبة مصغرة لعزف مقطوعات من اللعبة على البيانو. فاينل فانتسي 7 ريبيرث هي واحدة من أفضل ألعاب البلاي ستيشن 5 ومن أروع أجزاء سلسلة فاينل فانتسي العريقة السلسلة أخيرا رجعت لمستواها الحقيقي بعد سنوات طويلة من التخبط وأعطتنا تجربة بمستوى العصر الذهبي وإحنا عارفين تماما لأي درجة هذا الكلام معناه كبير لعشاق الار بي جي وأخيرا نقدر نقول فاينل فانتسي رجعت أسطورية